ضمن متابعة اللي أوصى بها السيد رئيس الوزراء لأعمال الفريق وتفوقت حاجات المواطنين في عموم العراق والمحافظات اللي تم يعني الدخول بها والمباشرة بفريق الجهد. اليوم في قضاء الخضر تحديدا في مستشفى، وهناك يعني كشف لهذا المستشفى ترميمه وإعادة تأهيله، راح يقسم إلى أكثر من مرحلة حسب متيسر من السيولة النقدية. وأيضا احنا تم الإعاز بالمباشرة بالمرحلة الأولى، وكذلك هناك مرحلة أخرى. نأمل أنه وزارة الصحة بناء مستشفى جديد للقضاء يكون سعة 200 سرير وفق الكثافة السكانية الموجودة والحاجة الفعلية قدر والنواحي المرتبطة به. احنا ايضا كذلك المدارس، يعني كما اوضح السيد مدير التربيه في القضاء، هناك حاجه الى 60 مدرسه، 10 على القرض الصيني، يبقى 50 يفترض انهم من المحافظه. وايضا وزاره التربيه تعتني بهذا الموضوع في بناء المدارس باعتبار اختصاص يعني للكثافه السكانيه. ايضا احنا سنساهم في بناء المدارس بعد ما نقدم خطتنا الى دوله الرئيس في العامه لسنه 23. موضوع الترميم جاء وفق الزياره الاخيره لدوله رئيس وزراء لمحافظه المثنى الذي اعطى الاولويه للقطاع الصحي. فالزياره الاخيره وعلى اثرها زياره اليوم رئيس جهد الخدم والهندسي سيشمل بعض الفقرات الترميميه في مستشفى الخضر على الاموال المخصصه لجهد الخدم والهندسي. تجهيز مديريه تربيه محافظه المثنى باكثر من 13,000 رحله مدرسيه من قبل الجهد الهندسي، وسيتم شمول المدارس الاخرى ان شاء الله بتوجيه من رئيس الوزراء.